هاي جايز، مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اليوم معنا ان شاء الله وصفة جديدة كتير حلوة وطبيعية من البيت تماما. بس قبل ما نبدأ في الوصفة، اذا اول مرة عم تشوفوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة والضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشاركوا مع اصدقائكم وتكتبوا لنا بالتعليقات شو رايكم بالوصفه، واذا عملتوها اكتبوا لنا كيف النتائج، شو طلع معاكم النتائج. ان شاء الله يا رب انها تحبوها. هلا خلينا نبدا بالوصفه. وصفه اليوم بسيطه وسهله، مكوناتها سهله جدا. عندنا اول مكون فيها الكركم. طبعا الكركم العادي، في كركم للوصفات وفي كركم للاكل. احنا هنستخدم معلقه صغيره، يعني ما راح تفرق اذا كان حتى لو من كركم المطبخ العادي اللي انت بتستخدميه ما راح ياثر. طبعا الكركم زي ما احنا عارفين له كتير فوائد. اليوم راح نحكي عن فوائد الكركم. عندنا الكركم مضاد ممتاز للبكتيريا لانه بيحتوي على فيتامين اي وبيساعد طبعا على ترطيب البشرة. وعندنا كمان الكركم بخلصنا من الخلايا الميتة وبيعطي تبييض. زي ما احنا عارفين الكركم بيعطي تبييض ممتاز للوش وبفتح اللون وبوحد لون البشرة وخلصنا من البقع الداكنة في البشرة، وبعمل على تأشير الخلايا الميتة، وهذا اهم شيء ان نتخلص من الخلايا الميتة ونجدد نشاط البشرة. وبقلل طبعا من التصبغات الناتجة عن اشعة الشمس. وعندنا كمان الكركم مثل ما قلنا انه بيخلصنا من البكتيريا، كمان بيهدي الجلد وبيريح من الحكه اللي بتصير من حب الشباب. وعندنا كمان انه الكركم بيحتوي على مضادات للشيخوخه والتجاعيد، انه بيخلص بشرتنا من اي علامات لو بسيطه من علامات الشيخوخه او الخطوط الرفيعه اللي بتطلع بالوش. وعندنا المكون الثاني لليوم معنا الأرز المطحون. حكينا قبل هيك بفيديو قبل هيك عن الرز المطحون. رز عادي وممكن نطحنه، إذا كان الرز المصري الصغير بيكون أفضل شيء. بنطحنه عادي. راح احط لكم في الوصف رابط الفيديو اللي قبل اللي حكينا فيه عن دقيق الرز أو الرز المطحون زي ما هو متعارف. هنحتاج معلقتين صغار منه في وصفتنا. طبعا مثل ما حكينا من قبل بالفيديو راح تشوف بنحط معلقتين منه. طبعا طحين الرز او الرز المطحون مثل ما حكينا له فوائد كتير ممتازة عشان يخلصنا من الهالات السوداء ومن التجاعيد اللي بتكون في الوش وبشد البشرة عنا، لانه غني كتير بالفيتامينات. كمان عندنا اليوم في عندنا لبن. طبعا اللبن غني عن التعريف، كنا عارفينه وعارفين فوائده للبشرة. حنحتاج 3 معالق صغار لبن. للماسك تبعنا طبعا حنبدا نخلط الماسك مع بعضه. ملاحظه، لو طلع عنا الماسك جاف ممكن نزود لبن، لو طلع عنا طري ومحتاجين نجمده بنضيف له ارز. طبعا بنضلنا بنعمل له ميكس لحد ما يصير عنا خليط نقدر نفرده على بشرتنا. هالخليط صبايا لحتى نحصل على افضل نتائج بنعمل حمام بخار. مثل ما حكينا قبل انه حمام البخار بيكون بميه دافيه، ممكن نضيف لها بابونج او ممكن نجيب فوطه ونحط عليها ميه دافيه ونمررها على بشرتنا لمده 3 دقائق. البخار، حمام البخار، لو بدنا نعمل حمام بخار من 5 ل 8 دقائق بنحبس وجهنا على البخار.
عن طريق فوطة نظيفة. وضحت هذا في فيديو قبل، فيكم تشوفوا الفيديو، رح احط لكم اياه بصندوق الوصف. وبعد هيك لحتى نحصل على افضل نتاج بكون فتحنا المسام، بنفرد الماسك على بشرتنا من مدة من 3 لـ5 دقائق، وبعد هيك بنتخلص منه بمية دافية، وبعدين بنسكر المسام مثل ما حكينا قبل، اما عن طريق مية باردة او عن طريق التلج. والتلج حكيت انه انا بستخدم التلج، ما بستخدم التلج على طول بس مية من الثلاجة، لا بعمله من مية معدنية ومية ورد وعصير ليمون، قطرات من عصير الليمون، لحتى اخذ اكبر فايدة منه لبشرتي، لانه مثل ما حكينا قبل عصير الليمون غني بفيتامين سي، وبعدين بنشط عنا الكولاجين في البشرة. طبعا هذا الماسك قبل ما نشيله بنعمل حركة دائرية، بنشيله بحركة دائرية على بشرتنا لحتى برضو نتخلص من الخلايا الميتة بشكل ممتاز. ان شاء الله يا رب يكون ماسكنا اليوم عجبكم. لا تنسوا تدعمونا باللايكات وتكتبوا لي بالتعليقات شو طلعت النتيجة معكم، ان شاء الله راح النتيجة تعجبكم كتير. وشوفوني ان شاء الله بفيديوهات جديدة ووصفات جديدة، واشوفكم على خير. من هلا وقتها اشوفكم على خير. باي.